مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back dear grade 9 students. Today we will have a new lesson for B student book page 43. قبل ما نبدأ درس اليوم، تذكير بقيمة هذا الأسبوع وهي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. من الآية والحديث دول يا شباب نعرف إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته والدفاع عنه واجبة على كل مسلم. لازم كلنا نشارك في نصرة النبي والدفاع عنه، نصرة النبي والدفاع عنه بكل ما أوتينا من قوة، المقاطعة، تعريف الناس غير المسلمين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبمكارم أخلاقه، اتباع سنته والاقتداء به في كل أفعالنا وأقوالنا. دي النصرة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم اللي ما يجب إن احنا نتأخر عنها أبدا. فكونوا من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم وأنصاره. جزاكم الله خيرا، ونبدأ درسنا. What were you doing when the teacher entered the class? What were you doing when the teacher entered the class? من السؤال ده كده نقدر نستشف إن احنا كنا أو إن احنا هنكمل على القاعدة اللي احنا درسناها في الدرس السابق اللي هي الـ Past Progressive. Watch the video and answer the question. خلينا نشوف الفيديو ده مع بعض عشان نعرف ازاي نجاوب على النوعية دي من الأسئلة. When I was walking, I saw my friend. When I was working, the telephone rang. While Mom was cooking, Dad was reading a book. While Sarah was crying, Sam was playing. As soon as Dad came home, we ate our lunch. As soon as he finished work, he went to bed. طيب، بعد ما شفنا الفيديو فهمنا ان احنا دلوقتي بنتكلم عن ازاي نربط الزمنين اللي هما past simple وال past progressive بlinking words اللي هي while, when, as, soon as، وانواع الاكشنز في الماضي وازاي نربط حدثين في الماضي مع بعض. تذكير سريع كده، ال past simple اللي هو احنا بنحط الفعل في الماضي باضافه دي او ed او تحويل الفعل للتصريف الثاني اذا كان irregular verb، زي I played football yesterday, I ate my food in the morning وهكذا. أما الـ past progressive لما شرحنا في الفيديو اللي فاته تقدر ترجع للتفاصيل بتاعته، بستخدم was أو were زائد التصريف الثالث زائد الفعل المنتهي بـ ing. sorry. زي ما أقول مثلا I was having coffee, she was eating ice cream وهكذا. يبقى أنا بوصف بيه الأحداث اللي كانت مستمرة في الماضي لوقت محدد أو في توقيت محدد في الماضي. تمام؟ طيب، really the past continuous or the past progressive is often used with the simple past to show that one action was in progress when another action occurred. بيقول لي ان احنا دايما بنستخدم الزمنين مع بعض، الباست بروجريسيف والباست سمبل، لما يكون في اكشن او حدث مستمر، حدث طويل بنقول عليه لونج اكشن، وحدث اخر ظهر
فجأة في أثناء هذا الحدث. زي ما أقول I was taking a bath when the doorbell rang. الحدث الطويل المستمر هنا أنه هو كان بياخد شاور بيتحمم وبعدين فجأة الحدث الثاني اللي ظهر اللي هو taking a shower. They were eating اللي هو the doorbell rang. المثال الثاني the door أو the way they were eating dinner when the neighbors stopped by for a visit. كانوا بيتعشوا لما الجيران مروا عليهم عشان يزوروهم. هنا هنلاقي ان الاكشن الطويل اللي هو المستمر اللي هم كانوا مستغرقين فيه were eating past progressive ووصول الجيران للزيارة كان حدث مفاجئ فاستخدمناه في الباست تمبل stopped. I was watching television when she rang me. لما نبص هنا الكلمة when اللي هي linking word أو الكلمة اللي بتربط الجملتين ببعض هنلاقي قبلها past progressive اللي هو الحدث الطويل وبعدها الحدث القصير أو الحدث المفاجئ اللي هو rang في past simple. My sister cut her finger while she was chopping some onions. بقول أختي قطعت صباعها وهي بتقطع بعض البصل. هنلاقي هنا كلمة while اللي هي الكلمة اللي بتربط الجملتين هنا زي كلمة وين فوق عكسنا الترتيب خلينا الباست سيمبل في الأول قبل وايل وبعدها الباست بروجريسيف. لو فاكرين الجدول ده مر علينا الدرس السابق واتكلمنا برضو عن استخدام كلمة وين وايل. كلمة وين إذا جت في النص بيجي بعدها الباست سيمبل وقبلها الباست بروجريسيف. I was walking to the street. I was walking on the street when the car exploded. أنا كنت ماشي في الشارع لما انفجرت السيارة. When the car exploded لما حط when في الأول لازم أحط كما في النص بين الجملتين. When the car exploded I was walking on the street. The car exploded while I was walking on the street. كلمة while هنا عكسنا الترتيب اللي فوق فأصبح الباست سيمبل في الأول exploded وهنا الباست progressive was walking بعدها. لو جبنا while في البداية هنحط كاما في النص وحط الباست progressive بعدها while I was walking on the street أثناء مشي في الشارع it exploded أو the car exploded. Page 43 نفتح مع بعض الكتاب صفحة 43 student book. مطلوب مني إن أنا أستخدم الباست progressive والباست simple عشان أكمل الجمل اللي قدامي بالأفعال اللي بين الأقواس. As Roger, as هنا بتساوي while وبالتالي لازم يكون بعدها past progressive was driving on the motorway he got a flat tire. هو ماشي بالسيارة في الطريق he got a flat tire. Flat tire اللي هو التاير بتاع السيارة التفرغ من الهواء أو بنشر يعني. Fortunately my brother wore a seat belt. Fortunately, my brother wore a seat belt when he crashed into another car. لحسن الحظ أخي كان يلبس حزام الأمان. Were يبقى هنا was wearing عشان when جت في النص بيجي بعدها past simple يبقى crashed into another car. While we wait at the traffic light, a car run through a red light. While we were waiting, بعد while past progressive, a car run through a red light. A car ran through a red light. Last summer, Brian traveled to the south of the country when his car broke down. طبعا بعد when قبل when was traveling عشان past progressive قبل when بعدها هيكون past simple broke. Khalid washed his father's car when it start raining. قبل when past progressive بعدها past simple started. طيب هنا في سؤال طبعا نفس القصة أنا عندي هنا هربط بوين يبقى وين بعدها past simple قبلها past progressive يبقى where you studying when your cousin called you. نيجي بقى للquestion of distinction اللي هو بنسميه سؤال التميز.
light turn green, cross the street. عايزين نستخدم كلمة as soon as. As soon as هنا معناها بمجرد أن. بمجرد أن. عايز أربط الجملتين دول في بعض. اللي ركز في الفيديو اللي شفناه في البداية واستخدام كلمة as soon as ومعها two past simples هيقدر يحل الجملة دي. منتظر حل الجملة دي يا شباب على المنتدى أو في رسالة على الواتساب على مجموعة الكلاس أو في رسائل الخاصة بالموقع. نختم درسنا مع بعض باللعبة، والمرة دي أنا حطيت لكم اللعبة في شكل QR كود. حضرتك هتفتح كاميرا الموبايل دلوقتي، هتمسح أو هتوجهها للكود اللي قدامك، وهيحولك على طول أو هيجيب لك رابط الموقع الوورد وول اللي عليه اللعبة، هتقدر تلعبها على الجوال. لو أنت بتشوف الفيديو من على الجوال تقدر تستخدم جوال حد تاني في البيت وتفتح عليه الرابط. قبل ما تبدأ اللعبة هيطلب منك تدخل الاسم وتقدر تلعب اللعبة مباشرة دلوقتي بدون الاحتياج ان انت تنزل على المنصة وتدور على اي رابط تاني. وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم يا شباب، وبالتوفيق ان شاء الله، ونراكم قريبا في درس اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.